هو المانع من تنقص الصحابة والسخرية بهم ومن سبهم؟ أولا النصوص العامة في حق المسلم: اذكروا محاسن موتاكم، لا يسخر قوم من قوم، لا يغتب بعضكم بعضا، هذه نصوص كثيرة عامة في الإسلام من تنقيص المسلم وذكر مساويه والنهي عن تتبع عوراته. وهناك نصوص خاصة في الصحابة، قال: لا تسبوا أصحابي، وكما جاء في نص آخر: فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هناك نصوص خاصة، لأن الصحابة رضي الله عنهم خير القرون ورضي الله عنهم، فلهم حرمات معظمة، فسب المسلم كبيرة، تنقص من المسلم كبيرة، الاستهزاء بالمسلم كبيرة، الاستهزاء بالصحابي أكبر، التنقص من الصحابي أكبر، سب الصحابي أكبر، كبيرة أكبر لمكانته في الدين.